وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شو صار برصاص يا جماعة؟ بيت المونة، حجب بيت المونة عم يجهزوا البنات. شو مطمنينا؟ برحمة أمواتك ريحيلنا بالنا. مثل ما خمنت بالتمام والكمال يا ست أم طالب. البنت مربوطة. لي على قامتي مربوطة. سلام عليكم من رب الرحيم. ومين هذا ابن الحرام اللي رابطها؟ هلا أمسك برصاص بنعرف مين. بإذن الله. بإذن الله. يلا يا معيني. شرفي تقبريني، شرفي تقبريني، شرفي معنا، شرفي. الله يقويك. الله شرفي تقبريني. شرفي. أكيد هذا النمس ارتاح جيد المغفر الجديد، لذلك بلش يتحرك ليثبت نفسه. خير يا أغا. طلع لي بالمقترح بيرفع للسماء عند أهالي الحارة وعند المحافظة كمان. إيش علي؟ ونحن كمان إله بالمرصاد. ابن الحرام سكر علي وما خلاني أفتح تمي بكلمة قدام العضوات. يا أغا، أنت هدي أعصابك شوي واحكي لي شو القصة. خلينا نفكر، بلكي منلاقي لها حل. لك حتى أم صابر يلي جوزناها من عدلي مو قاعدة عاقلة. على ما فهمت من نصري على لسان عدلي قال إنه رايحة وجايبت له شيخة مشهورة مشان توقف على بنت أبو طالب وتقرأ لها. معقول؟ شو هالحكي يا أغا؟ لك ليش شايفتيني طايش ولايش وعم بأضرب أخماسي بأسداس؟ لا إذا هيك صار لازم نتصرف بسرعة. على الطرف هيك بابا، اعطيني خرجية. اي بابا ما اعطيتنا خرجية. ماشي ماشي، خدوا خلصوني. يلا روحوا روحوا منه، روحوا تركوني هلا شوي، روحوا بلا بوسات بلا حبيباتي. بابا تعبان ومعصب شوي. مسلوان. حاضر ستي. بأمرك خدي الاولاد وروحي اشتري لهم من برا. بأمرك ستي. يلا حبيباتي روحوا اشتروا. يلا يلا حبيباتي. ما بصير تتصرف هيك مع الاولاد، حتى لو ما كانوا ولادك. ولا نسيان انه هدول ولادي. يا لمعات يا لمعات، انا وين وانت وين؟ انا وين والولاد وين؟ مانك شايفه بعينك كيف الامور معقده كثير؟ منسكجها من طرف تنبخش من طرف ثاني. ولما قلت لحالي ها هلا بلشت ارتاح شوي واصقص له جناحاته لابو طالب، اطلع لي بهالمقترح اللعين وهدل لي كياني. موضوع الشيخ انسالية، انا بتصرف فيه بمعرفتي. والموضوع الثاني تبع ابو طالب احكي لي يا، خلينا نعرف شو بنلاقي له دوباره. يا ستي ناوي يرمم كل الدكاكين والبيوت يلي هدمتها الحرب، واذا نفذ هالشي اسهمه رح تطلع للسماء. ضربت معلم ابن الحرام. لكن ليش انا جانن؟ سلامه عقلك يا اخ، ومن بعد اذنك خلي دوبارته عندي، وحياه شواربك الغاليين رح الهي لك يا لهوي ما يطلع منا بحياته. كيف كيف يا رمعات والعيون مفتحة علينا عشرة على عشرة؟ يا أغا أنت بس طول بالك شوي وحياتك لنطوشه ونخليه ينسى اسمه واسم اللي خلفه. مسروق شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عالم الغيب. يا الله يا الله يا عالم الغيب. يا كاشف الضرب، يا عالم الغيب، يا عالم الغيب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كاشف الضرب. شوفي خديجة إن شاء الله بتقبري. شو بلغ معي؟ على قامتها. منو هاي الحرمة؟ باين معك؟ حرمة اللي معذبتكم، حرمة اللي مغلبتكم. مو باينة معالمة، مو باينة معالمة. سكتين ثلاث رصاص
نعرف مين هي وشو اسمها بإذن الله، بإذن واحد أحد يا جماعة. الله يقويك يا جماعة. حرمي حرمي. شو يا أمي شو تقبرين؟ شو بكي حبيبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو بقى مصابتك؟ جيبي لها مي جيبي لها مي. بسم الله الرحمن الرحيم. جايبين الجماعة شيخة مشان توقف على علاج مريم، والظاهر الله فاتح بصيرتها لأنه قالت لهم عن طريق سكبة الرصاص بكرة بعد بكرة بالكتير بتعرف مين عامل العمل للبنت. لك يخرب بيت قلبك على هالأخبار. إيه الحين فهمين. أعطيكي ذهبية زيادة على الاتفاق اللي متفقينه مع بعض. خيركم سابق يا ستي. المهم هلأ تفضلي يا ستي، بس بسرعة من بعد إذنك مشان الجماعة ما يحسوا على غيابي. عرفتي لي وين بيت الشيخ اللي حكيتي لي عنه؟ إيه نعم يا ستي، ساكنة بالمسكية على كتف جامع الأموي، اسمها الشيخة خديجة العظم. مما سألتي عليها هنيك بدلوكي. يا بني آدمي، ما بدي اسال حدا ولا بدي استفسر من حدا، بدي اياكي انتي تعرفي وين البيت، لانه انتي اللي راح تقومي بهالشغله. انو شغله يا ستي؟ جايتك بالحكي يا بني ادمي. هدول ذهبيتين، هدول راح اعطيكي اياهم مقابل الشغله اللي راح تشتغليها. كتر خيركم. بس شو هي الشغلة يا ستي؟ خدي هاي السكينة. ليش سكينة يا ستي؟ خدي هاي السكينة وخليها معك عم قلي. خدي نفسي كل شي عم قلك اياه بحذافيره. يلا تفضل. الله يعطيك العافية يا بنتي. الله يعافيك يا أبي، إيدك. الله يرضى عليك يا بنتي، إن شاء الله رح تفرج. شلون يعني؟ رح نخلص من الآغا ومن عمايله. صلاة محمد. إن شاء الله مفكرتيني يا بنتي، رضيان على قعدتك بين هالوحوش بالمالكاني. شو قصدك يا أبي؟ شفتي البيك اللي اجا مع الاغا ومع رئيس المغفر؟ ايه. لك بنتي، طلع شاري المالكاني من الاغا. عن جد؟ سمعته بإذني عم بيقول له التسليم بعد 3 شهور. ايوه. وبركي سلموا المالكاني للبيك اللي عم تحكي عنه، والاغا ما قبل الا ياخذنا معه مطرح مو رايح. لا يا بنتي، سمعته عم بيقول له المالكاني بما فيها من بشر وبهايم ومحاصيل وغيره وغيراته صارت من نصيب البيك. الله يبشرك بالخير يا بي. يعني خلاص رح نخلص من الآغا؟ ايه يا بنتي، رح نخلص من الآغا، بس الآغا ما رح يخلص مني. كيف يعني؟ بدك يعني اتركوا بعد كل شي عملوا فينا ورحمة أمك، ما نتاركوا طالما أنا عايش. لا يا بي، لا ببوس إيدك، نحن مالنا قد وقت ظلمه، خلينا نروح على قرنا فيها ناس مثلنا مثلهم. مو قبل ما صفي حسابي معه يا بنتي، لكن يحط علينا جواسيس يراقبونا بالليل وبالنهار وعلى مسبات وعلى بهادل،
هذا غير اللي عمله معنا بالماضي. قصدك يا بيعمل فضل العصير؟ اي يا بنتي، حاطون يتجسسوا علينا. أجي أجي بساعدك. أجي يا رب. يا الله أهلا وسهلا بك. أهلا فادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. المهم لمعاد خانم، أنا جاي أقول لك إنه تطمني وتريحي بالك وتعتبري إنه سند البيع صار عن جوزي بالدرج. إيه والله والله ما رح أنسالك هالمعروف مع حيات. يو بدنا خدمة تحرس. تقبري قلبي، لكن رح جيب لك الذهبيات. أم سلوان أعطيني صندوق الذهبيات. إيه مو بيناتنا لمعاد خانم. لا 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 لا، أنا بحب أعطي الواحد حقه ومستحقه، وما أنك كنتي صادقة معي فرح أعطيكي حقك ومستحقك فوق الحبة مسك. ايه يلي بتشوفيها خانو. تفضلي يا ستي. يسلموا ايديكي. تفضلي. هاي واحد وهي تنتين. ثلاثة. تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.